مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض لأهم وآخر الأخبار من الجزيرة مباشر مصر. توافد عدد من المواطنين على ميدان التحرير للاحتفال بذكرى ثورة 23 من يوليو، وشارك في الاحتفال عدد من أنصار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وكمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وعدد من النشطاء. نحن نقول أن الجمعية التأسيسية باطلة، وأن الدستور الذي تحرره باطل، ولن نعترف به ولن نقبله، والسوف نقاومه. لذلك أقول لا تتركوا الدستور ولا تتركوهم يختطفون الجمعية التأسيسية. أقول لكل قادة الرأي وكل القوى السياسية والوطنية، لا تتمكنوا في الدفاع عن الدستور. إذا ضاع الدستور منا ضاعت الثورة، وإذا حافظنا على الدستور حافظنا على الثورة. إنهم الآن يعدون النصوص من أجل تحسين أنفسهم ومن أجل تقديم مميزات لهم. وكان عشرات المصريين قد شاركوا أسرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الاحتفال بالذكرى 60 لثورة يوليو أمام ضريح عبد الناصر، وشكل عدد من المشاركين سلاسل بشرية أمام الضريح وهم يحملون صورا لعبد الناصر وسط إجراءات أمنية من الشرطة العسكرية ورجال الأمن. جمال عبد الناصر الشعب ما خلعوش. جمال عبد الناصر لما توفى قامت أكبر مظاهرة حب وحزن شافها البشرية، أكبر جنازة شافتها البشرية كانت جنازة جمال عبد الناصر. فدي الناس اللي قامت في 25 يناير لإسقاط دولة الثورة المضادة على جمال عبد الناصر. ثورة 23 يناير 25 يناير معناه الحفاظ الجاد على مكتسباتها واستعادة ما أهدر من هذه المكتسبات، وبالذات العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني وشعور المصريين بالكرامة اللي ما فيش في تاريخ مصر حد عبر عن الكرامة دي قد جمال عبد الناصر خالص. ما حدش كان خايف أيام عبد الناصر. نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تحديد موعد لإعلان اسم رئيس الحكومة وتشكيلها الجديد، كما نفت الرئاسة الاستقرار على شخص بعينه لتولي رئاسة الحكومة. وقال ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة في تصريحات للجزيرة مباشر مصر، قال إن المفاوضات والمشاورات ما زالت جارية، وأكد أن تشكيل الحكومة سيعلن في أقرب وقت ممكن. أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 572 سجينا من المحكوم عليهم بأحكام عسكرية، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس محمد مرسي الذي أعلنه في كلمة إلى الأمة بمناسبة حلول شهر رمضان. وقال مصدر أمني إن من بين هؤلاء ما يقرب من 457 سجينا تم الإفراج عنهم من بوابات السجون مباشرة، بينما تم ترحيل الباقين إلى المحافظات نظرا لطلبهم في قضايا أخرى. صرح المهندس فتحي شهاب الدين رئيس لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، صرح بأن اللجنة لا تزال تواصل عملها في استعراض الملفات المقدمة للترشح لهذا المنصب. وقال شهاب الدين في تصريحات صحفية اليوم، قال إنه سيتم الإعلان عن الأسماء النهائية لرؤساء التحرير الجدد خلال الجلسات العامة لمجلس الشورى، والتي ستستأنف أول شهر أغسطس المقبل، موضحا أن تحديد موعد اجتماع اللجنة العامة في يد رئيس مجلس الشورى. طلب ممثلو الاتحادات الطلابية بأن يكون الدستور الجديد توافقيا وبإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان وتطبيق العدالة الاجتماعية. وأعلن ممثلو الطلاب هذه المطالب في مؤتمر صحفي نظمه اتحاد طلاب مصر لعرض وجهة نظره وآرائه في الدستور الجديد. تشهد البلاد الآن كتابة دستور جديد يتطلع فيه شعب مصر بأن يعبر عنه ويحمل له كامل حقوقه وكرامته. ولقد دأبت لجنة صياغة الدستور على سماع مقترحات شرائح المجتمع جميعا من طلاب وكافة
اتحاد طلاب مصر وما زال يجتهد لدفع الطلاب لإدلاء بكل مقترحاتهم في هذا الدستور الجديد ليكون معبرا عن كامل حقوقهم، وذلك إيمانا ويقينا منا أن نهضة أي وطن يعتمد على بناء مؤسسات دستورية وقانونية قوية. كما عقدت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور جلسات استماع لأسر شهداء ومصاب الثورة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعرفت اللجنة خلال الجلسة على مطالب واحتياجات هذه الفئة فيما يتعلق بالدستور الجديد. دلوقتي من ضمن أهداف طلبات الثورة تطهير الداخلية وتطهير القضاء، وديت حاجة يعني انا يعني بالوضع اللي مصر ماشيه بيه دلوقتي مش باين الطلبات ديت هتتحقق امتى، الاهداف دي هتتحقق امتى بالظبط. فانا من وجهه نظري انا، هل ممكن الدستور يسمح لنا ان احنا نبقى عضو في محكمه؟ علق العاملون في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى اعتصامهم اليوم بعد ساعات من بيان ألقاه المفوض العام للشركة في أعقاب اجتماع مع محافظ الغربية ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة بالقاهرة لبحث مطالب العمال. واستمر الاعتصام 9 أيام للمطالبة بحقهم في الأرباح السنوية وتحقيق جزء من مطالبهم. قرر اتحاد الكرة بدء موسم الدوري الممتاز لكرة القدم في 9 سبتمبر المقبل على أن تقام المباريات على ملاعب القوات المسلحة وبدون جمهور. كما قرر الاتحاد عقب اجتماع لرؤساء الأندية عقد اليوم في مقر اتحاد الكرة تخصيص نسبة من إيرادات المباريات لأهالي ضحايا أحداث استاد بورسعيد. حصل اجتماع مع رؤساء الأندية الدوري الممتاز، تم الاتفاق اولا على بدايه النشاط السوبر في 6/8 والدوري في 7/9. 2 تقام المباريات على ملاعب القوات المسلحه في المرحله الاولى وبدون جماهير. اجتماعات بصفه مستمره كل ثلاثاء من اول كل شهر لرؤساء الانديه. الموافقه على تحديد مبلغ او نسبه لصالح شهداء احداث مباراه بورسعيد سوف تحدث. انتهى مشاهدينا موجز الأخبار. لمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. كما نستقبل تعليقاتكم وأسئلتكم عبر صفحتينا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. في أمان الله.